وإزاء ما سبق نؤكد في وزارة الصحة على ما يلي: إن وجود الأمم المتحدة وطواقمها والخروج تحت رايتها غرر بطواقمنا الطبية وجعلها تثق بتنسيقها لإخلاء الجرحى والطواقم الطبية. ثانياً، يتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الزملاء المعتقلين وسلامتهم. ثالثاً، تتحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عما حدث، وننتظر الإجراءات المناسبة والعاجلة من طرفهم لمعالجة ذلك. أربعة، لم تقدم منظمة الصحة العالمية حتى اللحظة أي تقرير للوزارة لتوضح ما حدث، بما في ذلك أعداد وأسماء المعتقلين. خمسة، إن عدم القدرة على التواصل مع مجمع الشفاء الطبي جعلنا غير قادرين على معرفة من تم اعتقاله في ظل عدم تقديم تقرير من قبل منظمة الصحة العالمية حول عدد وأسماء المعتقلين، فإن ذلك يجعل فرصة تصفية هذه الطواقم حاضرة خاصة مع هذا العدو المجرم. سادسا، إن وزارة الصحة تقرر وقف التنسيق الكامل مع منظمة الصحة العالمية في موضوع إخلاء باقي الجرحى والطواقم الطبية إلى حين تقديم تقرير يوضح ما حدث والإفراج التام عن المعتقلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.